النفاق والكذب موجودين عند العرب كاع، دونك ما نتفاجئوش لما نشوفوا سفير دولة فلسطين حتى هو يدخل في النفاق ويجي يقول لك انه تبون، سمعت، خير من يتحدث باسم القضية الفلسطينية. هذا يا زعما سفير دولة فلسطين في الجزائر ياكل يشرب يرقد يتكسل، ونعرف واش يديروا، انا نعرف مليح واش يديروا الفلسطينيين اللي راهم في الخارج، ما عنده حتى علاقة بالثورة الفلسطينية. هذا يجي يضرب الشيطان تبون ويقول لك، يعني تبون هذا وتكلم عن القضية الفلسطينية في الأمم المتحدة، وأن الشعب الفلسطيني يجب أن يحصل على حقوقه غير منقوصة. هذا السفير نقول له، هل طالبت من تبون أنه يبعث بالأسلحة لغزة ويبعث بالأموال لغزة اللي راهي اليوم تكبد في ضربات قوية، وأنه حركة حماس ما عندهاش باش تواجه رد الفعل تاع إسرائيل؟ إسكو طلبت منه؟ إسكو القضية الفلسطينية محتاجة لواحد يضحكوا عليه الناس؟ سيلا لي زيديمون، مضحكة تاع الناس، يجي في الأمم المتحدة باش يقول الشعب الفلسطيني محتاجنا، هذا واش محتاجين؟ باش كنت تزمت وتملق، تملق وشيت وانبطاح، هذا ما عنده حتى علاقة بالثورة الفلسطينية، هذا المرخص هذا يعني، سفير فلسطيني، أنا عارف كما كان أبو العز، كنت درت فيه الأخبار، نعدلو باش كان سفير ذاك الوقت، كان سفير فلسطين في الجزائر، فضحت وكشفت كل عيوب ديالو، هذا عاد يحلل، لأنه كان كيما هذا النذل هذا، كان تحت بزنيس وهذا، نعرفو كامل أنايا. يجي يقول لك أكد سفير فلسطين لدى الجزائر اليوم الأحد أن رئيس الجمهورية المجد تبون ذهب إلى أعلى منصة دولية وهي الأمم المتحدة، وكان خير من يمثل ويتحدث باسم القضية الفلسطينية. هذا هي أنا نمشي بورباصة يعني اللي دخلت فيهم يعني شي غريب واش راهو يحصل. شيء غريب واش راهو يحصل، النفاق مع بعضهم، الخبث مع بعضهم، والشعب الفلسطيني راهو يموت، الشعب الفلسطيني راهو يموت. اما تمشي للحمس حماسكم حبسوا باركاو من الاخر ديالكم، راكم تجيبونا في المشاكل، خلينا نجريو مع اسرائيل نورمال، اما دعموا حماس، اما تبزنسوا على ظهر حماس ثاني راهو مشكل. ربي قدر الخير لبلادنا، ربي بعد عليها على الحرام، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.